اهلا بيكم في فيلم جديد من قناة فيلم في السهرة. بيحكي فيلمنا عن قاتل محترف ومجرم متسلسل اسمه مايك، وهو في مهمة لقتل صاحب دي جي في ملهى ليلي. بيروح الملهى وبيلعب في عدادات الغاز وبيفجر صاحب الدي جي بعد تنفيذ المهمة وقتل الراجل. بعد كده بيسافر في رحلة يغير فيها جو، وبنعرف انه متجه لجزيرة مالطا للاستجمام فيها. يا ترى ايه اللي هيحصل هناك؟ خلونا نكمل الفيلم ونشوف هيحصل ايه. بيبدأ الفيلم بمايك وهو في بيته وبيشرب خمرة ومستمتع بيومه. فجأة بتدخل عليه واحدة مقنعة وبتنزل ضرب فيه وبتكسر له كل حاجة في البيت، وبيبقى خلاص هتموته، لكن في آخر لحظة بيقول لها كلمة فلامينجو فبتسكت وبتبطل ضرب فيه. وبنعرف انها صينية واسمها سولينج، وبتكون بتدرب مايك على فنون القتال مقابل مبلغ مادي. بيزعلها مايك بسبب الأساس اللي كسرته وانها بهدلته وضربته كتير، فبتقول له ان مستواه مش اللي هو ولازم يضعفوا جلسات التدريب. فبيقول لها مايك بس انتي كنتي هتموتيني. فبتقول له ما انا معرفاك لما تبقى عايزنا بطل ضرب تقول لي كلمة السر فلامينجو. بعدها بيلوم مايك نفسه على جلسات التدريب اللي بياخدها مع سولينج وبتكسره، وبيحس ان ده ذنب اللي عمله زمان وذنب اصحابه اللي قتلهم قبل كده. بعدها بنشوف مايك وهو بيمشي بالليل وبيشوف مجموعة مجرمين وهم ماسكين صاحبه وفريد ونازلين فيه ضرب، بس هو بيقدر يفجر واحد فيهم بجهاز على شكل ساعة كان مخترعه، لكن الجهاز عطل وباقي المجرمين كانوا هيموتوه. بيتدخل مايك بسرعة وبيضربهم وبينقذ فريد منهم وبياخدوا معاه البيت. لما بيدخلوا البيت بتهجم عليهم سولينج فجأة واللي كانت مستخبية في الدولاب، وبتنزل ضرب في مايك وكمان بتضرب فريد وبيقع على الأرض، بس مايك بيقدر يلحق نفسه بسرعة وبيقول لها كلمة السر فلامينجو وبتبطل ضرب فيه. فبيعرفها على فريد صاحبه وبيقول لفريد دي بتكون مدربة الخاصة. بتعرض سولينج على فريد انها تدربه هو كمان، بس هو بيرفض وبيقول لها كفاية الضرب اللي اخدته منك، وبتعتذر من فريد وبتمشي. فبيسأله مايك هو بيعمل ايه هنا، ويا ترى راي هو اللي بعته ليه عشان يراقبه. فبيقول له فريد انت ليه شايل ذنب اللي حصل في لندن قبل كده، انت عارف انهم كانوا خاينين واستحقوا الموت. وبيقول له فريد انه هنا بسبب حبه، وبيعرفه انه بيحب واحدة اتعرف عليها من النت والمفروض انها هنا في الجزيرة وانا جيت عشان ادور عليها بس مش لاقيها. فبيتريق مايك عليه وبيقول له قد ايه انت ساذج، دي اكيد بتكلمك عشان تاخد منك فلوس وتضحك عليك. وبيسأله فريد اذا كان بعت لها فلوس، وبيكون فعلا بعت لها. فبيقول له مايك مش قلت لك يا بتضحك عليك، بس فريد بيقول له هي كانت محتاجة فلوس عشان تقدر تسافر وتيجي تشوفني. وبيعترض فريد على كلامه وبيأكد له انها بتحبه واكيد في يوم هيلاقيها. بيكون مايك رايح في مهمة قتل تاني يوم، وبيعرض عليه فريد انه يساعده فيها فبيوافق مايك. بيكون الشخص اللي هيقتله في البلكونة بيسأل ورد، فبيدي مايك الاشارة لفريد وبينجح فريد انه يعطل اجهزة الامن اللي فوق، وبتقع على الراجل ورقبته بتتقطع. وبعدها بيصور مايك راسه وبيبعتها للعميل. بيحتفل بعدها مايك وفريد بعد اتمام المهمة، وبيقول لفريد قدامك بالكتير يومين تلاتة تسيب شقتي وتشوف لك مكان تاني تقعد فيه، بس بيطلب منه فريد انه يشتغل معاه ويساعده في عملياته، بس مايك بيبقى متعود على الوحدة وان مفيش حد بيشاركه في حياته، وده بيكون اللي علمه له راي من صغره. بس في النهاية بيوافق مايك وبيبدأ فريد يشتغل معاه. بيقضوا اجمل ايام حياتهم ما بين السهر والشرب وبيتشاركوا في كل حاجة، وبيكتشف مايك ان قد ايه الحياة حلوة لما بيلاقي حد يشاركه فيها. كمان بيبتكر فريد اجهزة متطورة للقتل زي القطاعة وجهاز متفجر بيولع في اللي قدامه بمجرد ما بيلمس النار. بنشوف بعدها مايك بعد جلسة تدريب من سولينج بعد ما بتضربه وبتكسره، وبتعمل لهم سولينج قهوة، وبيعرفها فريد على البنت اللي بيحبها ومش لاقي لها أثر لحد دلوقتي، بس هي بتقول له ما تقلقش أنا هدور عليها واجيبها لك لحد عندك. بعد كده بنشوف مايك وفريد وهم منفذين عملية قتل جديدة، بس فجأة بيترمي عليهم أسلاك فيها حقن مخدرة وبيفقدوا الوعي. وبيقوموا تاني يوم بيلاقوا نفسهم متكتفين، وبنشوف واحد من أفراد العصابة وهو بينزل ضرب في مايك بسبب استفزاز مايك ليه بالكلام، بس مايك بيتريق على طريقة ضربه ليه وبيفضل يضحك عليه، لحد ما بتدخل عليهم رئيسة عصابة اسمها سوزان بتوجه كلامها لمايك وبتعرفه ان ابنها في واحد بيحاول يقتله ولازم يلاقي قاتل ابنها في اقرب وقت ويحافظ لها على سلامة ابنها. كمان يعرف مين الشخص اللي بيحاول يقتل ابنها وبعد ما يتعرف عليه يقتله، وإلا هتقتل صاحبه فريد بدم بارد. فبيروح بعدها مايك لملها عشان يسكر، وبيتفاجئ لما بيشوف في راي وهو قاعد مستنيه. فبيقول له راي انا كنت عارف كل تحركاتك وفريد بيعرفني اخبارك اول باول، انا مش طايقك لكن مضطر استحملك لاني محتاج لك. فبيقول له مايك انت عايز مني ايه؟ بيقول له راي انت نسيت الحاجات اللي دمرتها لي في لندن. بيعرفه راي انه خسر الكثير من شغله بسبب اهماله ولازم يرجع كل حاجه زي الاول ويدفع الثمن. فبيقول له مايك انا ممكن ادفع لك ثمن مشاريبك في الملهى. طبعا بيتنرفز عليه راي وبيتف على وشه، وبيطلب منه يموت شخص معين، وبيكتشف مايك ان الشخص ده بيكون ابن سوزان. فبيرفض مايك وبيعرفه ان سوزان واخده فريد رهين عندها، ولو ما رجعتلهاش ابنها سليم هتقتله ومش هيهمها حاجه. فبيتعصب عليه راي وبيقول له ان في رئيس عصابه كبير عارض مبلغ 90 مليون للقاتل اللي يعرف يقتل ابن سوزان، وان في خمسه من القتله المتسلسلين بيسعوا عشان يقتلوه،
وكل واحد عايز يقتله عشان ياخد الفلوس، ولازم احصل على الفلوس دي باي طريقة عشان اقدر ابني بيها كل حاجة انت دمرتها لي زمان. فبيعترض مايك على كلامه بس بيقطعه راي، وبيقوله ان في واحد من المجرمين عرف مكان ابن سوزان وفي طريقه ليه عشان يقتله. فبياخد مايك مسدسه وبيجري بسرعة بالموتوسيكل بتاعه للمكان، وبيقول الحرس بتاعه ان في حد جاي دلوقتي يقتله، وطلب منهم يخلعوا من ايده الساعة بتاعته لانهم بيعرفوا مكانه من خلالها. لسه بيكمل كلامه بيلاقي واحدة اسمها فريا بتكون مجرمة قوية جدا وكمان عضوة في الانتربول، وبتقدر انها تتخلص من كل الحرس اللي في المكان وتقتلهم واحد ورا التاني. وبتوصل لمايك وبيكونوا عارفين بعض بما انهم مجرمين زي بعض يعني. بتقول له انت صحيح زميلي بس الشغل شغل والمبلغ المعروض كبير ولازم اتخلص منك. هو بيبداوا يضربوا في بعض وبيكون ضرب مايك متحسن بسبب جلسات التدريب اللي بياخدها مع سولينج، بس بتضربه فريا جامد ولسه كانت هتقتل ابن سوزان بيمنعها مايك وبيقتلها. بعدين بياخد ابن سوزان وبيخرج بيه من المكان، لكن في طريقهم بيطلع لهم واحد اسمه اندي وبيكون قاتل مأجور وبيبدا يتقاتل مع مايك، وبيخبي مايك ابن سوزان وبيهرب وبيفضل يتعارك مع اندي لحد ما بيذبحه في الاخر. وبعدين بيروح بابن سوزان للمكان اللي كان بيخترع فيه فريد وبيقول له ايه اللي امك عملته مخلي اكبر خمس مجرمين خطرين عايزين يقتلوك. فبيقول له ابن سوزان انه ما يعرفش حاجه وان مامته هي كمان شريره زيهم. بعدها بيشوف مايك في كاميرات المراقبه سولينج وهي داخله عليه، فبتقول له سولينج انها مش غبيه وعارفه شغله كويس وانه قاتل متسلسل، وبتطلب منه يشغلها معاه بس هو بيرفض، وبيعرفها انها مش شغلانه كويسه ولا سهله انك تكوني قاتله، ولو بدات في الشغلانه دي غصب عنك مش هتعرفي تبطليها. فبيقطع كلامهم دخول القاتل الثالث واللي بيكون اسمه سيلس، وبيكون موجه المسدس على مايك ولسه هيقتله. بيدخل عليهم القاتل الرابع واللي بيكون شكله مرعب جدا ومتنكر في زي مهرج واسمه بوكو، وماسك مطرقة حديدية في ايده بيضرب بيها سيلس على راسه، وبيروح على مايك وسولينج عشان يقتلهم بس بيفوق سيلس، وبتتولى سولينج امره وبتجري عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض. وكمان بيكون مايك بيتعارك مع بوكو، وبيعرف بوكو انه مش بيحس باي وجع، وعشان يثبت له ده بيجيب حديدة وبيفضل يضرب بيها على راسه ومش بيتأثر. فبيفضل مايك يضربه بكل قوته وبينجح في الاخر انه يحطه تحت المطرقة اللي كان فريد مخترعها وبيقتله اخيرا. وبيروح عشان يقتل سيلس بس بيلاقي سولينج قامت بالواجب وخلصت عليه. بعدها بيكون ابن سوزان واقف بيكلمهم، وبيظهر قدامه فجأة القاتل الخامس والأخير وبيضرب ابن سوزان بالبوكس في وشه، وبينزل عشان يتقاتل مع مايك بس سولينج الحماس بياخدها حبتين وبتجري عليه وبتضربه، بس هو بيديها بوكس بيطيرها وبيتقاتل مع مايك وبيضربوا بعض لحد ما بيتقتل بطلقة مسدس جاية من راي اللي بيدخل عليهم ببندقيته وبيطلع بيها لابن سوزان عشان يقتله، بس بيقف قدامه مايك وبيترجاه يسيبه عايش لانه لو مات سوزان هتقتل فريد. فبيرد عليه راي وبيقول له انا ما يهمنيش حد منهم، اهم حاجه عندي الفلوس وهقتل ابن سوزان وهاخد الفلوس وهبني بيها كل حاجه تهدد بسببك. وبيقول له مايك انت السبب، انت اللي ربيتني اكون اناني واعمل كل حاجه ومهتمش باي حد. وبيضرب راي مايك وبيبعده عن طريقه، ولسه كان هيقتل ابن سوزان بس بيفرغ الطلقات في الهواء بكل قوه وغضب. وبيقول له مايك خد الواد ده ورجعه لامه وهات لنا فريد. وبيوجه كلامه لابن سوزان وبيقول له البس بدله ما تمشيش بشكل متبهدل كده. فبيرجع مايك لسوزان ابنها وبتكون منزعجه منه وبتلومه على اهماله لابنها وانه عرض حياته للخطر. وبيبقى ابن سوزان منزعج منه وبيقول لامه انت هتسيبيهم يمشوا لازم تقتليهم، بس هي بتهدي ابنها وبتامر مايك انه يسيب الجزيره كلها وما تشوفش وشه تاني والا هتقتله بلا رحمه. وبيستلم فريد، واول ما بيوصلوا للعربيه بيظهر قدامهم راي وبيقول لفريد انا هجرب اختراع من اختراعاتك دلوقتي واتمنى انه ينجح. فبيبقوا مش فاهمين، وبيطلع من جيبه ريموت وبيضغط على الزرار فبتنفجر البدله اللي لابسها ابن سوزان، وبيموت هو وامه والرجاله بتاعتهم، وكمان بيتصوروا سيلفي مع راس ابن سوزان، وبكده تكون المكافاه ليهم هم. وبيروحوا بعدها عشان يحتفلوا، وبعد كده بتدخل عليهم سولينج وبتبقى جايبه معاها حبيبه فريد اللي بيتفاجئ وبينبسط جدا لما بيشوفها. وبيقول فريد لمايك وراي انه هيبدا حياه جديده معاها، بس ده ما دامش وسابته بعدها باسبوعين لما عرفت انه قاتل. وبالنسبه لمايك وراي فبالفلوس اللي اخذوها انشأوا فرع ملابس خاص بيهم وكملوا في سلسله الاجرام الخاصه بيهم. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في قناه فيلم في السهره. مع السلامه.